رحب فيكم اعزائي المشاهدين في برنامج كواليس بطولة الشارجة الرياضية الرمضانية الأولى. احنا وصلنا للحلقة 11، وصلنا أيضا للحلقة قبل الأخيرة بالنسبة لهذا البرنامج. اليوم قبل الأخير للبطولة تشاهد في مباراة واحدة اللي راح تحدد المركز الثالث والرابع، الجوارح والبحري. أما الجوارح وإما البحري راح نعرف في نهاية الحلقة إن شاء الله من راح يكون صاحب المركز الثالث. اليوم تتحدد في هوية الفريق الحاصل على المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة الشارجة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات. المواجهة بتجمع بين الجوارح والبحري، اثنين من الفرق اللي قدمت مستويات ممتازة في الدور التمهيدي. قبل بداية المباراة الجميع كان متأهب ومستعد لمشاهدة مباراة تنافسية. كعادتها قناة الشارجة الرياضية كانت حاضرة لتغطية كل كبيرة وصغيرة في المشهد قبل الأخير. طاقم الحكام كان مستعد لإدارة مباراة واعدة، والجمهور اللي هو فاكهة البطولة تواجد في مدرجات الصالة المغلقة بنادي الشارجة. بدأت المباراة، الجوارح بكل واقعية سيطروا على مجريات اللعب وكانوا الأخطر. مسار المباراة كان واضح، والفريق الأخضر كان عازم على أن يصحح الصورة ويطلع بالمركز الثالث. تقدم الجوارح بهدف أول هدأ الدكة اللي كانت تشعر بالتوتر. في المقابل جاسم البحري إداري فريق البحري كان بادي عليه الانفعال طوال الوقت. الكابتن جاسم كان مرتبط بأكثر من موعد، والدليل أن التليفون ما فارقه أثناء تواجده على الدكة، إلى أن قرر المغادرة وترك الفريق قبل نهاية الشوط الأول. الجوارح أنهوا الشوط بنتيجة 4-0. عرضي يا ولد يا ولد، عبد الله جمعة يلعب لكرة عبين ريعين، مباراة راح يكون له أبا هداف يا ناس، لعيب يا ناس، الفعل يا مصطفى، يا سلام يا سلام، هاتريك هاتريك مصطفى، ويذهب لهداف البطولة الآن ينافس اللي هو ماتيو 6 أهداف. بطولة الشارجة واصلت استقطاب ضيوف الشرف من مسؤولين ولاعبين. أمس زارنا الكابتن محمد فوزي لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونادي العين. محمد فوزي شارك في عملية سحب الجوائز مع الزميل إبراهيم الزعابي بين شوطي المباراة، وقدرنا ناخذها في هذا اللقاء. ضيف الحلقة 11 الكابتن محمد فوزي، احنا سعيدين وجودك معنا في بطولة الشارجة الرمضانية الأولى. أنا بسألك في البداية انطباعك عن الدورات الرمضانية اللي تقام في الدولة بالنسبة لكرة الصالة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بطولة منظمة وايد مميزة هذه السنة. طبعا أنا كنت أتمنى أن هذه البطولات تكون قبل 5 أو 6 سنوات، لأن احنا كنا نلعب نفس هذه البطولة بس في الفريج، يعني هذه الأشياء اللي كانت تسلينا في رمضان غير النادي. يعني بطولة جت في وقتها، اهتمام كبير من الإعلام، من الشارع الرياضي، ان الكل يشارك في هذه البطولة، في لاعبين يبرزون، في أندية تاخذ اللاعبين، في استحواذ للاعب بشكل عام انه يرسم له هدف قدام. صراحة أنا هنيكم على هذه البطولة وبطولة الصالات، يعني البطولات اللي تقام في الصالات هذه بشكل عام إنه بحد ذاتها إنه شيء وايد حلو للاعبين، إنه يطورون من مستواهم ويحافظون على لياقتهم في رمضان.
واتمنى كل اللعيبه يكونون ان شاء الله في الفورمه على اساس ان احنا نستمتع، هم يمتعوننا واحنا نستمتع وياهم. نفس ما انت عارف ان احنا ما نقدر نلعب هذه البطولات، لكن اخواننا يقدرون يلعبون هذه البطولات، وبالعكس احنا اول داعم لهم، واول شيء نسويه ان نتمنى لهم التوفيق ونشجعهم في كل خطوه ياخذونها. بالنسبه للطريقه، المهاره، ايضا اللياقه مختلفه طبعا بشكل تام عن اللي انتم تلعبونه. الطريقه، نظام البطوله او نظام الصالات بشكل عام، اللياقه، التكتيك، التكنيك، يعني وايد اشياء تفرق عن كره القدم اللي هي على الحشيش يعني او على العشب. الصالات لها نظام خاص اللي يكون طبعا مميز في الصالات، الشيء اكيد انه يكون مميز في الملعب الخارجي. ومعظم اللاعبين اللي قاعدين يلعبون حاليا هم مميزين طبعا، وانا اعرف كم من لاعب يعني، فيعني شيء وايد فرق بين كرة القدم اللي على الحشيش والصالات. ما بطول عليك، لكن في دراسة تم يعني وضعها في البرازيل ان اللاعبين المميزين ياخذونهم من كرة الصالات. صح انا على ما اظن ان رونالدينو بدا في كرة الصالات، وما اذكر يعني كم لاعب بدا، اتوقع يمكن زيدان يمكن بدا في كرة الصالات، ومن ثم يعني انت شفتهم الحين في عالم كرة القدم ما شاء الله، واتفق معك مع هذه النظرية. محمد انا شاكر لك وجودك معي، اسمح لي طولت عليك. لا عادي والله، فعليك الامور طيبه الحمد لله. احنا اهم شيء ان اليوم كلي فخر ان انا اشارك وياكم في هذه البطوله، واشكركم جزيل الشكر ان انتم ما نسيتوا اخونا حمد، ان الله يشفيه ان شاء الله، وادعوا له والله يرد لنا بالسلامه ان شاء الله. جزاك الله خير. مشكور. شكرا حبيب. محمد فوزي لاعب منتخبنا الوطني وايضا اللاعب المميز، كان هذا اللقاء مع محمد. ايضا نشكر على اللفته اللي تذكرها عن الزميل حمد الابراهيم، اللي نتمنى ايضا للشفاء العاجل في هذه الايام المباركه. راح نكون مستمرين في تغطيتنا لهذا اليوم، وايضا مستمرين مع هذه المباراه بين الجوارح والبحري. كونوا ويانا. في الشوط الثاني ورغم ان الجوارح كانوا متقدمين 4-0، إلا أن المباراة ما فقدت إثارتها وحماسها، كان بادي على زميلنا المعلق المبدع عبد الله بوزنجان. الولد نجم، ما فيش كلام، هجمة للجوارح، ترجع ريكو، استلام الشحي، يضغط عليه حمار، الكرة خارج الملعب. حتى الأستاذ عتيج محمد مدير المحتوى بقناة الشارجة الرياضية كان محتفظ بكل تركيزه في متابعة المباراة. البحري حاول يرجع من بعيد عبر هدف تقليص الفارق، لكن الجوارح كانوا أقوى بمراحل. انت بس قول لهم ولا هدف على طول يسجلون، هذا هو الجوارح 5-0 على طول ترجع. حكمة جول جواد حكمة، بحكمة مرتد يا بولي. يا الله عليك يا مصطفوي، لا 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 لا. بالإضافة إلى أنك هداف فإنك أنت رائع جدا. على طول يا ولد يا ولد يا نجم يا لعيب يا فنان يا مبدع يا هداف يا روز. طيب والثامن، طيب والتاسع، التاسع التاسع التاسع، سوبر هاتريك. أنت سوبر وسوبر وهاتريك، وأنت نجم وأنت رائع. شوف 5 أهداف، هذا يسمونه سوبر هاتريك. أثناء متابعتنا للمباراة، كاميرا كواليس البطولة رصدت حضور السيد هشام الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم نادي الشعب، وجرينا معه هذا اللقاء السريع. أيضا معنا أحد ضيوف دورة الشارقة الرمضانية الأولى، السيد هشام الزرعوني رئيس شركة كرة القدم بنادي الشعب، أيضا عضو اتحاد كرة القدم. رحب فيك، سعيدين بوجودك معنا في دورة الشارقة الرياضية الرمضانية. أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. ما نعرف أن فريق الشعب أيضا أحد المشاركين في دوري كرة الصالات، كرة قدم الصالات بدأت تأخذ حجم أكبر بالنسبة لنادي الشعب وأيضا الأندية اللي موجودة في الدولة. الحمد لله. نحن نشكر البداية مجلس الشارقة الرياضي اللي تبنت كرة القدم للصالات واجتهدت فيها وماشية في الطريق الصحيح ولله الحمد،
ونادي الشعب مثل الأندية الثانية إن شاء الله بتواكب المسيرة. والحمد لله نحن معجبين بالبطولة هذه اللي نجحت بكل المقاييس جماهيريا وفنيا، ونتمنى تكررها سنويا بإذن الله. بالنسبة للفريق كرة قدم الصالات في نادي الشعب يحتاج أيضا مزيد من التقدم بالنسبة للدوري. أعتقد أن خطط النادي أيضا التركيز على كرة قدم الصالات وليس كرة قدم اللي يطالب الجمهور فيها. نعم، هناك اهتمام كبير من قبل إخوان أعضاء مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي بكرة القدم للصالات، إن شاء الله بيوصلوا المسيرة بشكل أفضل إن شاء الله. أنا شاكر لك وجودك معنا، سعيدين بوجودك معنا في البطولة. الله يسلمك، مشكور شيخ. كان معنا سيد هشام الزرعوني عضو اتحاد كرة القدم وأيضا رئيس شركة كرة القدم في نادي الشعب اللي حاضر لهذه البطولة ومتواجد في مباراة الثالث والرابع، مستمرين في هذه البطولة وأيضا مستمرين في تغطية برنامج كواليس في اليوم قبل الأخير. انتهت المباراة بنتيجة 8-1 لصالح الجوارح، وطارت بجائزة المركز الثالث في البطولة. تواجدنا في الكواليس بعد صفارة نهاية المباراة. إذن فريق الجوارح صاحب المركز الثالث في البطولة بعد الفوز بثمان أهداف مقابل هدف واحد على فريق البحري، نتيجة كبيرة غير متوقعة. أيضا راح نأخذ لقاءات ويا صاحب المركز الثالث والرابع عادل أحد نجوم البطولة. هارد لك على الخسارة، النتيجة ما تعكس المستوى العام في البطولة بالنسبة لفريقكم اليوم، بس أيضا الأداء ما كان بنفس المستوى اللي كان في المباريات الماضية. مش الحمد لله على كل حال، و يا اخي الحكام الصراحه يعني امس قبل امس وكل اللاعبين نص النهائي الوقت كان يوقف، الحين الوقت ما يوقف، ليش نبغى نعرف ليش؟ يعني انتوا كنتوا توقفون الوقت يوم كانت نتيجه 3-2 لصالحنا، الوقت يوقف، الحين ما يوقف الوقت، ليش؟ يعني انت قصدك انه اثر على الاداء اليوم؟ لازم ياثر، الحكام لازم يمشون على قانون واحد، يا يعني انهم يمشون الوقت يا يعني انهم يوقفون الوقت حسب احنا نعرف. خصوصا انتم كنتم متقدمين في المباراه الماضيه في ربع النهائي 3-2. صح 3-2، وضيعت علينا الصراحه سالفه الوقت هاي، ما مو بصالح كل الفرق، يعني كل فرق جهد كبير بذلوه ليوصلون النتيجه، يجيبون نتيجه 2-0 ل 3-2، هذا جهد كبير. الله الحمد لله على كل حال ابوي، نشكركم على التنظيم الحلو وان شاء الله السنه الجايه نتقابل ان شاء الله. شكرا لك عادل، احنا سعيدين ان كسبناك بعد ويانا. الحمد لله. راح نحاول ناخذ فريق اللي صاحب المركز الثالث، واقفين يا بعض كلهم، تعالوا ويانا. مبروك على الفوز. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. كنتوا ممكن تكونون طرف في النهائي، لكن في النهايه الثالث بالنسبه لاول بطوله اداء مميز بالنسبه للجوارح. الحمد لله على كل حال نحن راضين على ادائنا، فالخساره الوحيده اللي خسرناها في البطوله كانت ركلات الحظ الترجيحيه، وكنا ناقصين في المباراه 4 لعيبه اساسيه تقريبا، لكن الشباب اللي كانوا موجودين في الملعب ادوا، ما قصروا، مباراه كبيره كانت، بس ما توفقنا في المباراه، وركلات الحظ الترجيحيه اللي ابعدتنا عن النهائي. واليوم داشين احنا حاطين فن هذه نهائي، ما جايين ضاربين خطوط من بيوتنا عشان نلعب ونروح، لا جايين نفوز. فمثل ما شفتوا في الملعب كنا جديين لين اخر ثانيه من المباراه. مبروك مره ثانيه. مبارك. ايضا معنا لاعب فريق الجوارح رحمه، مبروك على الفوز المركز الثالث. كان ممكن ايضا توصلون للنهائي، لكن مثل ما شفنا اعتقد ان ركلات الترجيح اللي طلعتكم برا البطوله. ما شاء الله يبارك حياتك. ولعبنا مباراه رويال، كنا يعني حاطين في بالنا نفوز بالمباراه، بس قدر الله ما شاء فعل وطلعنا من ركلات الترجيح، وهالمباراه دخلنا ان يعني باني مركز الثالث، والحمد لله توفقنا. توقعت تجيبون 8-1؟ تبي الصراحه كنا متوقعين، لان داشين يعني نجيب نتيجه كبيره، والحمد لله شباب ما قصروا وقدرنا نفوز بهالنتيجه يعني. مبروك كرام. الله يبارك حياك. اذن راح نحاول ناخذ اللاعب اللي يحاول يخرب على الاداري، طبعا احنا راح نصوره وهو ما يدري. شو تسوي انت؟ لا عوزة شوي على اساس انه يعني هو يسوي لقاء. لا مستحي يسوي لقاء، مستحي. زين انت ليش مستحي؟ عادي، مو مستحي، متعود. مبروك على الفوز. الله يبارك فيك. قدمتوا مباراة كبيرة اليوم 8 نتيجة. والله الحمد لله على كل حال، اول شيء احنا كنا نطمح للمركز الاول، لكن الله ما كتب لنا نوصل المركز الاول، الحمد لله الثالث احسن من لا شيء. حصل العامة يعني الثالث، كنتوا قريبين من النهائي في اول بطولة، يعتبر شيء مميز. والله كأول تجربة لنا يعني في هاي البطولة، مركز الثالث مركز جيد، يعني طلعنا في البطولة بشيء احسن من لا شيء. مبروك مرة ثانية. الله يبارك. اذا كان هذا اللقاء ايضا راح ناخذ الاداري اللي كان ويحاول يلعوزه ايضا عبد الله اداري الفريق. عبد الله الف مبروك الفوز،
نتيجه كبيره، ما ادري انا اشوفها كبيره. شو تشوف انت؟ دائما نبحث عن النتائج الكبيره، بدينا بتسعه وخلصناها بثمانيه، فكنا نطمح بالمركز الاول ونقول الحمد لله على المركز الثالث. ظروف النصف النهائي تعرف كنت العب ناقص، فالحمد لله على المركز الثالث. حصل العام بالنسبه للبطوله الجوارح اعتقد مميز ايضا، مستوى عالي في بدايه البطوله حتى المباراه الاخيره، يعني حتى مباراه الثالث والرابع مثل ما قلت ركلات الترجيح مش مقياس للمستوى. كابتن اليوم كل الفرق صراحه مستوياتها متقاربه، ما في فريق افضل من الثاني، بس نحن يمكن كخبره صالات كنا افضل عن الفرق الثانيه، وبطوله صراحه انا اقول لك نجحت تنظيميا وجماهيريا. احب اشكر القائمين على هذه البطوله ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الموسم القادم. ان شاء الله نشوفك في الموسم القادم ويا فريق ايضا مميز مثل الجوارة. اتوقع اني انا اتاهل دايركت، لان يقولون في تصفيات الموسم القادم واول ثلاث اوالي يتاهلون، فاقول للفرق البقيه الرويال والحميدي شدوا حيلكم الموسم القادم ان شاء الله. شكرا لك عبد الله. راح ناخذ ايضا الضيوف اللي موجودين في عمليه السحب مع ابراهيم الزعابي، راح نشوف اللاعب محمد احمد واللاعب عبد الله النقبي بعد شوي. الحظ اليوم لعب ويا احد ضيوفنا محمد فوزي، احد الرابحين في السحب اللي يجري ابراهيم الزعابي مع الكابتن محمد احمد وعبد الله النقبي. والله الحظ حلو، بعض الناس حظهم ما شاء الله حلو. الليلة قبل الأخيرة من البطولة سجلت حضور محمد أحمد لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونادي العين، واللاعب عبد الله النقبي كابتن منتخبنا الأولمبي ونادي الظفرة، والاثنين استمتعوا بأجواء البطولة وشاركوا في عملية السحب على جوائز الجمهور. احنا معنا ايضا احد ضيوف الاستديو. عبد الله بتشرب ماي؟ اوكي مو مشكله، احنا مستمرين في برنامج كواليس. محمد احمد انا رحب فيك وسعيد بوجودك معنا، احد نجوم منتخبنا الوطني ونادي العين، سعيدين وجودك في البطوله. والله انا سعد صراحه، انا لي شرف صراحه تواجدني في البطوله هاي، يعني يمكن هي اول بطوله هاي السنه، بس انا اشوف لها اقبال جماهيري كبير على البطوله، ونتمنى انها تكون موجوده في السنوات القادمه. انت تعرف في لعيبه عندنا يمكن مظلومين حتى يمكن في الدوري عندنا، او يمكن المواهب هاي اللي تطلع في البطولات هاي لازم في انديه تنميها، مثل في انديه مثلا متواضعه ماديا تقدر تنمي اللاعب هذا وتعلمه اساسيات الكره ويقدر حتى يبرز في الدوري عندنا. فانا اشوف مثل البطولات هاي، انا اشوف صراحه يعني هي حلوه في رمضان اللي تسويها، تقدر تطالع يعني انت الوقت اللي تباه وتكون سعيد يعني تشوف مواهب هاي اللي تطلع اللي تبرز. بالنسبه لكم في الدوري فترة راحة شهر ونص من زمان ما أخذتوها. والله يمكن تعرف يمكن من 2009 أنا متحق بالمنتخب الشباب، ليومك هذا يمكن أول مرة ناخذ شهر كامل يعني رمضان أكون في إجازة، يعني نبتعد عن الكورة نريح شوي، لأن 11 شهر تعرف ضغط علينا، فشهر واحد نريح عشان نشتاق حق الكورة إن شاء الله. فأنا أشوف هالشهر يعني في رمضان تاخذ راحة فيكون وايد حلو يعني. المشوار طويل مع المنتخب اللي يتمنى أيضا يتوج هذا المشوار بالصعود لكأس العالم في روسيا، لكن الاستعدادات بالنسبه للمنتخب هي الاهم بالنسبه لكم كلاعبين. اكيد يعني تعرف انت يمكن الاعداد بيكون نحن كجروب واحد كجيل، يمكن كابتن مهدي وعارف نحن شو اللي نباه، مثلا شو الاستعدادات اللي نباه حق المبارتين هاي اللي قادمات حق اليابان واستراليا. فانا اشوف اكيد بيكون استعداد قوي، صح نحن بنكون مثلا مضغوطين في المعسكر، عندنا خمس مباريات ونحن لازم بعدين نلتحق مع النادي، عندنا بطوله اسيا، فبيكون علينا ضغوطات، فنحن لازم نكون مستعدين صح وماكلين صح، مسوين كل شيء صح عشان الاصابات، الله يبعدنا عن الاصابات يعني. وانا اقول ان شاء الله يعني البطوله هاي بتكون اكيد نحن لها اهميه، مثل ما انتم لكم يعني تتابعون الجيل هذا، حققنا بطولات كثيره يعني، باقي لنا البطوله الوحيده هاي اللي تنكتب تاريخنا نحن، ان وصولنا لكاس العالم، فاتمنى ان شاء الله نحن نوصل كاس العالم. ماكلين صح انت قلت، في رمضان ممنوعه بعض الاكلات؟ والله شوف نحن يمكن شهيتنا مش مفتوحه هيك شهيه، لان تعرف انت نحن معسكرات كنا اخر فتره كثيره، فالاكل يكون صحي ويكون عندنا وقت معين يعني، تعرف الاكل مش انه اي وقت ناكله. ففي رمضان في البدايات يمكن ما كنت اكل وايد الا شوربه يمكن شيء خفيف يعني، فالحين شوي شهيده قامت تفتح يعني على نهايه رمضان، فلازم نخفف يعني لان بتكون عندنا معسكر، فانا اشوف لازم نحاسب يعني. محمد انا شاكر لك مره ثانيه وجودك معنا، كل التوفيق لكم في المنتخب معنا اجمعين ان شاء الله. شكرا لك. ايضا معنا كابتن المنتخب الوطني الاولمبي عبد الله، رحب فيك وسعيد بوجودك معنا في البطوله. في البدايه انت احد الممارسين اعتقد لكره الصالات. والله بسم الله الرحمن الرحيم، مثل اتشرف اني اكون موجود في البطوله، بطوله قناه الشارجه، واتمنى ان الشارجه تستمر في السنوات القادمه ان شاء الله. فمثل ما تقول بطوله يعني صارت على مستوى كبير، حتى انا كنت هني يعني كنت في خرفكان فسمعت عن هالبطوله، فحبيت اشوف هني اتواجد في المكان
والحمد لله اني وصلت المكان يعني صراحة ما عندي متزوج هالمكان. في فرق بين كرة الصالات والكرة اللي على الحشيش معروف، هذا شيء معروف، لكن اعتقد ان الوضع اصعب هنا على الصالة. والله الصالة شوي مثل ما تقول اربعة ومع الحارس خمسة شوي مثل ما تقول تتعب اكثر عن الحشيش، والتكتيك التكتيكات مثل ما تقول اكثر، بس الحمد لله يعني مثل ما تقول العب، مش اني ما العب في الصالات. خاف من الاصابة؟ اعتقد ان الاصابات اكثر. الاصابة بيد رب العالمين، ما تعرف سواء بالحشيش ولا بالصالات، حتى يمكن في البيت انت وقاعد في البيت. بس والله لا استانس اني العب في الصالة، يعني مش اني اول مرة ولا يعني مش اني قاطع الكرة هني في الصالات، بس العب دوم يعني حتى في غرفة كان مش اني قاطع. عبد الله شكرا لك، بالتوفيق لك في نادي الظفرة وايضا في 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 المنتخب الوطني. اجمعين ان شاء الله مشكورين على الاستضافة حبيبي. شكرا لك عبد الله، معنا كان عبد الله النقبي لاعب فريق الظفرة وايضا منتخبنا الوطني الاولمبي. احنا وصلنا لنهاية هذا اليوم، وصلنا ايضا لنهاية هذه الحلقة اللي هي رقم 11 في برنامج كواليس. مثل ما شفنا الجوارح توج بالمركز الثالث، واحد الصاعدين الموسم القادم ان شاء الله لبطولة الشارجة الرمضانية اللي راح تكون ان شاء الله الثانية اذا الله احيانا. عموما احنا وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي ان شاء الله باكر مع الحلقة الأخيرة، وأيضا راح نعرف من هو البطل في المباراة النهائية، رويال أو الحميدي. مع السلامة.